نكذبش عليك، الا كان عندي باش نمشي راه كنسافر، ما كانش ما كنمشيش. تنخرجوا مع العائله تنديهم شي شويه يفوجوا شي شويه واحد الاسبوع ولا هادي على حسب المستطاع. المصاريف داكشي على حسب الجيب، داكشي على حسب الفلوس اللي كاين في الجيب. غنسافر قبل ولدي وقبل الراجل عاد ما تلياش غنقابل غنمشي نخيم انا وجهي جات خيام. العطلة الصيفية شوية ديال الفلوس، أنا تنخيمو غير هنا غير في لابلاج ديال سلا، ولا تنمشيو للبوزنيقة قريبة لينا ولا المحمدية، هادشي اللي كاين. مع الوليدات، مع الوليدات والعائلة. المصاريف داكشي على حسب الجيب، داكشي على حسب الفلوس اللي كاين في الجيب. لا مرة مرة ما كيكون عندنا، كيكون عندي باش نمشي. ماشي ضروري، ماشي ضروري، ما هذا لا جمعت. لا الا كان عندي، ما كانش عندي ما كنسافرش، انا سافر جوج مرات ها كنجمع وصافي، ما كانش ما نكذبش عليك، الا كان عندي باش نمشي راه كنسافر، ما كانش ما كنمشيش. ما تنخيمش اخويا، انا غنسافر قبل ولدي وقبل الراجل عاد ما تلياش غنقابل غنمشي نخيم انا وجهي جات خيام، انا قاعده انا كنبيع الكارو ليا صافي. لا ما نتسلفش، ما نتسلفش، إلا تسلفت ما عرضش، ما غايجيوني، أنا تنبيع الكارو ونمشي نتسلف، أنا كنسال قبل ولدي راه كنمشي نبيع الكارو ونمشي ناكل ولدي وصافي هادشي اللي كاين. إيه هو غا الشمال هو اللي كاين، هو اللي علاش بالضبط الشمال؟ واش الشمال حيت كاين بحور فيه بحور زوينة، بحور نقية، بحور ممتازة. كنمشي أنا لراسي، كنمشي نخيم راسي، بواحد كنمشي نخيم. تنخرجوا مع العائلة تنديهم شي شوية يفوجوا شي شوية واحد الأسبوع ولا هادي على حسب المستطاع، على محل الإنسان تيفوج شي شوية وتيرخف على نفسه شي شوية من ضغط الحياة وصافي. لا ما تنتسلفش، إلا ما كانش عندنا تنهبطوا تنقضيو غير هنا، تنتبحروا مع العائلة وتنوضوا نايضين، شي ضروري. حيت ما يمكنش الإنسان يكلف على نفسه شي حاجة هو ما قادش عليها ولا يتحمل العبء، داكشي اللي كاين. حيت كاينه توابع الحياة وكاين بزاف الأمور. إيوا تيجي العيد هي جاية تدخل المدرسة هي جاية، واش فهمتيني؟ كاين توابع الحياة ضروري، تيكون كرا تيكون مصاريف ديال الحياة، هادشي ضروري هادشي. العطلة الصيفية كندوزها ديما على حساب، على حساب الجيب. العطلة الصيفية خصها المادة، ومادة بزايد، خص الدور وخص هادشي هنا وتسافر وهادي وهادي. والوليدات ما خصهم يتفوجوا العام كامل وهم مزموتين في الدار، ما كانش ما كيتكمش مع راسو كيحمد الله ويشكره، هادشي اللي كاين اخر. عندي باش نتسلف اخويا، كانت شي حاجه راه كندوي ما كانش الحمد لله ونشكره كنجلسوا الارض. ايوا كنمشيو البلايص اللي تيعجبونا بحال مولي بوسلام، بحال ازيلا، داكشي تيخصو المادة اخويا، ما كانتش المادة الانسان ما عندو فين يتحرك. الاماكن مزيانة وزوينين وهذا، يخصهم الفلوس زايرة، انا المهم يخصهم شوية الفلوس، واخا عندنا البحر هنايا وداكشي، انا راه كنقضيو الحمد لله من البحر هنا، راه كنقضيو بعطايا الله حنا وليداتنا اللهم لك الحمد. فين تندوز هنا؟ ما عندي فين نمشي، علاش؟ تتبغي المادة، المادة هي اللي تتخلي البنادم يسافر. وحنايا يلا حتى حنا تنتقاتلوا مع هذا الغلاء ومع هاد الاسعار اللي كاينه، فهمتيني؟ هادشي اللي كاين اخويا. الوليدات مره تنهبطهم للبحر، تنتلفهم، يا ربي تسمح لنا بحال تنكذبوا عليهم، والله مالك الحمد، حتى حنا حامدين الله وشاكرين. اي هو الوقت ما عندكش النهار اللي غادي تريحوا زعما تقول نمشي نسافر فيه، ولا واحد السيمانه ولا يومين دايزه فيك، خصك ليا بزاف المصاريف، فهمتيني؟ هذا هو الاشكال. ما عليك قابله عليك سلا، هاد البلاصه هي اللي قابله علينا.